تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المشروط مباشر، والتي مشاهدينا الكرام نخصصها لتغطية خاصة بالتعاون ما بين قناة شنقيط وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني. ودائما في اطار هذه التغطيه الحيه، حيث نستضيف لكم اليوم الاستاذ بيت الله الاحمد الاسود، وهو عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه. اهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. شكرا. اذا كما تعلمون قبل يومين مرت الذكرى الثانيه لتنصيب رئيس الجمهوريه. سنبدا بالشق السياسي، يعني برايكم ما هي اهم مميزات التي ميزت سنتان من نظام الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني خاصة على المستوى السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. شكرا لقناة شنقيط على الاستضافة الكريمة، وسعيد جدا أن أتحدث هذا المساء عن حصيلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني خلال السنتين المنصرمتين من وصوله إلى السلطة. إن كان ليس من المألوف أو الطبيعة أن تقدر أو تقيم الأحكام أو الأنظمة للدول خلال سنتين، عمرها قصير جدا، لأن هذه فترة قصيرة كما تعلمون للإنجازات، تحتاج إلى دراسة، إلى تمويلات، إلى بعد نظري، إلى آفاق ثم التنفيذ. لكن نظرا لأن فخامة الرئيس أدرك مبكرا حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وآمن بهذه الرسالة التي اختارها، هذه الأمانة التي حمله الشعب الموريتاني، فقد آلى على نفسه قسما عند بداية الترشح بأنه سيحكم هذا البلد. وقال في خطابه الشهير، خطاب الترشح مارس، قال فيه بأنه لن يترك أحد على قارعة الطريق، وأنه يتعهد والعهد عنده معنى. فكان خطاب الرئيس مدركا تماما لأهمية الشق السياسي، وثمن عاليا تاريخ البلد لم يتجاوز أحد، وقال بأن موريتانيا منذ نشأتها ساهم الجميع فيها بوضع لبنات، وأن هذه اللبنات ستتواصل، أخطاء من أخطاء وأصاب من أصاب، وأن البناء سيتواصل. في هذا المضمار وفي هذا الإطار بدأ رئيس الجمهورية عند وصوله إلى السلطة منذ سنتين بفتح حوار شامل، وطقى على المشهد روح القيم والأخلاق والسماحة وإشراك الجميع. حاول فخامة رئيس الجمهورية أن يكون رئيسا لكل الموريتانيين، فكان له ذلك. اجتمعت حوله المعارضة والأقلبية، لأن بأخلاقه وكفاءته وقيمه وأسلوبه المتحضر ومرونته الزائدة استطاع أن يجمع وراءه الطيف السياسي. حاول أن يرسل رسالة إلى الطيف السياسي معارضة وأغلبية بأنه لا خوف على موريتانيا، أن كل أحد ستكون له مكانته محفوظة سواء كان في المعارضة أو الأغلبية. اجتمعت المعارضة والأغلبية وجدوا في الرجل قدرة وإرادة وعزما وتصميما ومسؤولية وأخلاقا تجعله جدير بقيادة هذا البلد. وتتذكرون في أول خرجة له في الشنقيطي عندما اجتمع الجميع تحت الخيمة الموريتانية واستقبل المعارضة زعيم المعارضة وكل الشركاء، بعد ذلك التقى بجميع الأحزاب السياسية. لأن الأحزاب السياسية اليوم المعارضة والشخصيات المرجعية المعارضة والأغلبية كذلك، كل واحد يشارك ويشاور ويضمن له مشاركته في هذا النظام السياسي. إذا فخامة الرئيس أدرك مبكرا قيمة الإنسان الموريتاني، فاهتم بهذا الجانب. الحريات اليوم مصانة، الحريات مفتوحة، الديمقراطية في البلد صحيحة، لا إقصاء، لا تهميش، لا تفريط، لا مصادرة للحريات. لكن قبل هذه النقطة تخطاها عفوا المقاطعة، طبعا هذا كما كنتم تقولون أن الرئيس استطاع أن يحتوي المعارضة، لكن البعض قد يقول لك أن تقليم أظافر المعارضة واحتوائها يعني جعل دورها على الهامش، وهذا خلل في نظام الديمقراطي. لا، ليس صحيحا. نحن كنا سابقا، الأنظمة السابقة كان فيها معركة الشد والجذر، يا أسود يا أبيض، لم يكن هنالك مسافة بين الطريقين. فخامة الرئيس حاول أن يترك للمعارضة احترامها، خطابها، قد نختلف في التفكير، نختلف في الأسلوب، ولكن لا نتشاقق ونتصارع. لا يوجد اليوم شيطنة المعارضة كما كان. كما تعلمون الأنظمة السابقة كانت المعارضة متطرفة إلى أكثر من اللازم، وكانت الأغلبية كذلك متعصبة أكثر من اللازم. ما أتى به فخامة رئيس الجمهورية المنهجية الجديدة هي أنه لم يطلب من أحد أن يتنازع عن معارضته،
هو ترشح ونافسه بعض المترشحين السياسيين، ما زالت احزاب المعارضة موجودة، لكن ما تغير هو اسلوب التعاطي السياسي، هو اسلوب الاخلاق السياسية، هي المسحة الاخلاقية التي جاء بها فخامة رئيس الجمهورية بانه استمع للجميع، اراد الجميع ان يشارك. كل الازمات التي حلت بالبلد كوفيد، كل السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه يسمى يقدمها الرئيس، لانه تم انتخابه على اساس برنامج انتخابي، وحكومته ومع الوزير الاول واعضاء الحكومه مكلفون بتنفيذ هذا البرنامج، لكن هذا لا يعني اقصاء المعارضه، نستمع للمعارضه، نتشاور معها، نتحاور معها، قد نختلف في الطرح، نتنافس في الحصول على هذا الكرسي، ولكن فخامه الرئيس عندما وصل الى كرسي الرئاسه أصبح رئيساً لكل الموريتانيين، فخطابه الجديد وتجديد هذه المرحلة لم يتعود عليه الشعب الموريتاني. تعودنا على معارضة متطرفة تسيء للنظام والنظام يسيء إليها، لا يوجد اليوم رهين سجين سياسي، لا يوجد اليوم التجريح في الخطاب السياسي، لا يوجد اليوم تغييب عن الأراء. إذا كانت هناك أراء صالحة وطيبة وجيدة لدى المعارضة، النظام يستقبلها بكل بساطة وحيوية. حزبنا حزب الاتحاد الجمهورية شارك في عدة ملتقيات ودعا لعدة حوارات وشارك مع أحزاب سياسية معارضة، توجد اليوم هدوء سياسي وتفكير سياسي جديد ليس مألوفا عندنا في السابق. إذن فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال استطاع أن يحقق سبقا في تاريخ البلد، وذلك عندما قال بأن الجميع يساهم في بناء موريتانيا وأنها ستظل موريتانيا محتاجة إليهم، لأن نحن نرى بأن البعد السياسي اليوم الذي يميزه فخامة رئيس الجمهورية هو بعد الشراكة مع المعارضة، وعدم شيطنة خصوم، وعدم شيطنة الأطراف السياسية، هو محاولة بناء موريتانيا بكل أبنائها. نحن بلد غني بالثروات، بلد قليل السكان، بلد نحتاج فيه إلى كل الكفاءات الوطنية. ليس عيبا أن تكون معارضة، لأنه إذا لم توجد معارضة تنتقد النظام فإن النظام لا يكتشف عيوبه، وليس من الحق للمعارضة أن تجرح أو أن تضع صراع بأنه صراع أشخاص. نحن نتصارع على الأفكار، على الحصيلة، على الأهداف، على الآمال، على التطلعات. أنا أعتقد بأن هذا الجانب كان سبقا لفخامة رئيس الجمهورية في تاريخ هذا البلد. الحصيلة لهذه السنتين إذا أخذناها نرى بأن فخامة الجمهورية اعتمد على الإنسان الموريتاني، على المواطن الموريتاني، وكما قلت فإن سنتين قليل على التقييم، ولكن عندما ننظر إلى ما قام به فخامة الجمهورية من أجل الطبقات الهشة والمحرومة والضعيفة كالمتقاعدين كالمعلمين وأصحاب الصحة كالطبقات الهشة، قد لا يقدر هذا الإنجاز من ليس مستفيدا منه، لأنه للأسف الشديد في بلدنا لا يقدر الشخص إلا ما يستفيد هو منه. لكن عندما ترى الحصيلة التي تمت رغم جائحة كوفيد ورغم الصعاب ورغم أن العالم اليوم يعيش أزمة خارجة عن السيطرة ليس لأحد فيها تدخل بقدرة الله تبارك وتعالى، هذا الفيروس أسقط أنظمة وفتت قوى وواجه دول عظيمة لم تستطع مواجهتها. فخامة الجمهورية استطاع بحكمته وحنكته وبتخطيطه أن يقل بلاد أزمات صحية كبيرة، إجراءات الاحتياطية اتخذت، برنامج الذي أخذته الحكومة، وقوفه مع المهمشين والمحرومين، مساعدة التي تقدمتها تآزر وهي هدف قام بها رئيس الجمهورية من أجل الضعفاء والمحرومين والمظلومين والمهمشين 40 مليار سنويا، توزيع مساعدات نقدية قد لا تكون قد مهمة عند بعض المستفيدين من رجال الأعمال أو السياسيين أو الشخصيات الذين لا يقدرون لما يصعيهم، لكن تلك الأسرة التي تزيد على 100,000 أسرة عندما تستفيد فهذا مهم. عندما تؤمن 100,000، وإحنا كان عندنا الضمان الاجتماعي لا يغطي 500 رقاش، تتصور عن 100,000 مواطن موريتاني من مختلف الولايات، من مختلف المقاطعات والأرياف، من مختلف الشرائح الاجتماعية، وأكثرها فقرا وهشاشة. عندما يجد التأمين كانت الفحوص تكلف 140,000 لحد يعد العملية، اليوم تكلف 300 أوقية أو 3000 أوقية. بعض الأسر والعائلات الآن تمت رعايتها، فخامة الجمهورية كان عنده بعد الإنساني حاضرا، بعد الشخص الموريتاني حاضرا، قام بإعلاء شخصيات وطنية، شخصيات علمية، شخصيات مرجعية، عاد البلد ألقه مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية، رفع رئيس الجمهورية ترتيبا البروتوكول لهذه الوزارة، لأن هذا البلد يميزه أنه بلد الشناقطة وبلد العلم والمعرفة والولاية وبلد الإسلام والقرآن. إذن ما تم إنجازه في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مفخرة لنا، رغم أن الوقت ضيق ورغم أن الحصيلة لا تقاس حصيلة الأنظمة من خلال السنتين. على المستوى الدبلوماسي أصبحت موريتانيا لها حضور، فخامة رئيس الجمهورية حمل ملف الديون ودافع عنها في إفريقيا، انتهزت فرصة كوفيد من أجل أن يخفض المديونية الإفريقية، حمل كذلك مهمة الساحل، لعب دورا متميزا يحس بكل مشكلة مواطن موريتاني، ولعل
اختطاف مواطني موريتانيا وحرصه على متابعة وضعيتهم شخصه الكريم ومتابعته حتى تم إعادتهم إلى حضن وطنهم وإلى أهلهم واستقبلهم فخامة الجمهورية. هذا جديد علينا، التعاطي مع الهم الموريتاني الجديد، التعاطي مع الإنسان الموريتاني، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلماء، كون أن تعدل مسابقات من أجل 400 إمام و 400 مؤذن، كون أن ترصد جائزة للمتون الإسلامية، كون على أن يكون أهل القرآن وأهل العلم، إعادة هيكلة جديد هيئة العلماء، الاهتمام بالشخصيات المرجعية، الاهتمام بالإنسان الموريتاني، الاهتمام بطبقات كانت مطحونة ومهمشة كالمتقاعدين، هذا جديد علينا. هذه الطبقة كانت منسية، اليوم تم مضاعفة رواتبها 100% وبعضها 60%. الاهتمام بالتأمين الصحي هذا جديد علينا. اسمع استاذ، ولا أنسى هنا الاهتمام بالبنى التحتية، ولكن كما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم نحن نحتاج إلى دراسة وبحث عن تمويل، ونحتاج إلى فترة زمنية، لكن عندما تكون هناك إرادة وعزم وتصميم، وعندما تكون حكومة تسعى وتختار حكومة من الشخصيات الوطنية والكفاءات المتميزة والمشهود لها بالاستقامة، عندما يكون مواطن موريتاني يحس بمبدأ المعاقبة والمحاسبة والمسؤولية، نحن في فترة البناء والتقدم والازدهار. لكن هذه الحصيلة ليس هدف منها دعائيا، ولذلك لم يتم إعطائها القيمة، لأن هذا النظام لا يزايد، لا يبحث عن مزايدة. كثير تحقق وتحقق، ولكنه تحقق من أجل أن يتحقق. لكن أستاذ بيت الله اسمح لي شوي نقاطعك، بعض المقاطعة، فهم مسألتين ونقطتين أساسيين أختي نناقشهم معك. هو الحد يعيش الواقع الموريتاني اليوم، يعرف عن المجتمع عنده مشاكل كبيرة في نقطتين أساسية، هما نقطة الأولى قضية الأسعار بما أنها المعيشة اليومية للمواطنين، وخلينا من ذيك التدخلات الفئات كنت تتحدث عنها، ذيك مسألة أخرى عين للناس اللا عادية، وفهم قضية التشغيل. هذا حقيقة واقع مر يعاني منه الموريتانيين. ما قد نقول لك عن النظام عنده مسؤوليته كاملة، لأنه فهم جزء التركات أنظمة سابقة وما عنده فيها تدخل، لكن الملاحظة الكبيرة اللي دار تحت خطوط على النظام ما فات عدد الشقبال من أجل أساسا المعيشة اليومية الناس اللي حقيقة ارتفاع كثير الأسعار تعاني منه، ونت الشغل وايضا البطاله اللي منتشره في الصفه. وهذا نقول لك من خلال يعني احنا شغلتنا كما ترى ميدانيين ونطلعوا مع المواطنين بصفه يوميه ونعرفهم بالنظام. هذو النقطتين الاساسيات هما اللي اولا اختير شوف شعدل فيهم. الوضعيه الاقتصاديه للعالم للاسف الشديد ما هي مساعده في تخفيض الاسعار، وينبغي ان ما نعود منكرين لواقعنا. نحن دوله مستورده، ما نحن دوله ما يعود يدعموا المواد الغذائيه وعدل اللي نقول لك اليوم الحمله الزراعيه اطلقها في 15 الجمهوريه في مجهود مضنيه في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة، مجال الارز، مجال مواد النبات، بعض الحبوب الاساسيه. في 15 الجمهوريه اهتم بان الدوله تقوم على التنميه الحيوانيه، انشاء قطاع خاص بالتنميه الحيوانيه، استثمر الان اكثر من 10 مليارات خلال زيارته الأخيرة للحوض الشرقي وقطعة البتقاء، إن شاء الله مؤسساتها كانها تثمن هذا المجهود الوطني. يجب أن يفهم الشعب الموريتاني عن قضية القذاء، أنه الشعب لابد أن يعاون الحكومة، وأن الحكومة عندها الإرادة، لابد أن تعود هناك إرادة صادقة وحقيقية لدى الشعب الموريتاني أن يحقق الاكتفاء الذاتي. الأرض موجودة، التمويلات موجودة، لكن لا يمكن أن نحصد خلال سنتين بحق اكتفاء ذاتي. يجب أن نكون واقعيين، هناك خطط وبرامج واضحة فيما يتعلق بالإنجاب المواد المدعومة. هناك عملية أمل تم أصناتها من جديد وإضافتها إلى التضامن، وهناك تقسيمات غذائية مساعدة حقيقة لا يمكن أن أقول بأنها حققت الكثير والكثير، لكنها أحسن من غيرها وتعتبر إضافة نوعية. هناك برامج لدى وزارة التجارة، وهناك برامج لدى وزارة الزراعة، وهناك برامج لدى وزارة التنمية الحيوانية، وهناك خطة اقتصادية متكاملة لدى برنامج مع الوزير الأول تعمل عليها الحكومة من أجل تحديد والله تحيين والله وضع تصور شامل لتحقيق اكتفاء ذاتي. لكن هذه العمليه لا يمكن ان تتم بين عشيه وضحاها، لا يمكن ان نتصور او نطلب المستحيل خلال ثواني او خلال ايام. الدول والانظمه والحكومات لا تقدر باشهر او بالسنوات. يجب ان نفهم بان شنو الطريقه يحقق بها الاكتفاء الذاتي. لا بد ان نحقق الارض ونجد القرون ونجد الانسان القابل على الزراعه ونجد هذه المشاريع وجدوائيتها وتنفيذها. هل يكفي هذا عام او عامين؟ ليس من المنصف ولا العادل أن نحاول أن نحلم وأن نحقق الأحلام. هذا ما يتعلق بالزراعة، وطمئنكم بأن هناك خطط وبرامج واضحة المعالم وتصور بإذن الله تعالى سيحقق في القريب العاجل اكتفاء ذاتي، وأن هناك خطة كذلك لمواجهة الأسعار تعمل الحكومة من أجل تخفيضها، وإن كانت للأسف الشديد
ارتفاع الأسعار، سلبيات أو تداعيات كوفيد على العالم وعلى يد العاملة وعلى التشغيل وعلى الشحن وعلى الموارد، كلها عوامل. لا أدافع عن ارتفاع الأسعار هنا بمفهوم أنها لم تبذل جهود، بذل جهود، ولكن نطمح ونسعى إلى تحسين أكثر. لكن أؤكد بأن ما تم تحقيقه هو الآن المتاح، وعلينا نفهم خطط واضحة المعالم ستأتي ثمارها إن شاء الله من خلال ذاك البرنامج الشغال للحكومة، من خلال أولا توفير اكتفاء ذاتي، لأن الأرض موجودة والإرادة موجودة والإرادة السياسية موجودة والإرادة عند الحكومة موجودة، وبالتالي أعتقد بأنها قد ستحل. لما يتعلق بالبطالة هي مشكلة عالمية، في فرنسا، في أمريكا، في الدول المتقدمة، في الدول السريعة، ولكن في بريطانيا تحقق الكثير. هل تصدق معي على 6500 فرصة وعدد فرص عمومية من الوصول في 15 جمهورية؟ هل تصدق معي أن 20,000 فرصة عمل، وهذا معلن رسميا أمام البرنامج مع الوزير الأول وعادة وزارة التشغيل، أنا حققت 20,000 فرصة عمل؟ لكن هذه فرصة العمل قد يفهم الحقيقة. لا، نشرح لك مفهوم العمل. فيسبوك لا معتبرينها نكتي، أنا هون لست أرد على الفيسبوك وأنا أرد على الفضاءات الاجتماعية. كل واحد عنده حق. شوف هما أفهم يعني هو أنا أعي ما أقول هما الأرقام، هما كافة المسؤولية، هما الأرقام الرسمية شيء والواقع شيء آخر. أنا عندما يصدر رقم رسمي من جهة رسمية فإني أعتبره حقيقة، لا يهمني ما سيقوله الفيسبوك وما تقوله وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي مهمة وآلية ووسيلة، فهم زاد واحدين مدافعين عنهم متبنيينه ويروا عنه إنجازات تحققت. لا تنظر إلى جزء الفارق من الكأس اللي عادوا هم واحدين يهاجموا النظام ويعتبر أنه ما حقق شيء، وأن هاي الأرقام أنها طباوية وأنها كذب، فهم واحدين جاد عليهم متبنيينها وعاملين من أجله. قال بعد خارج ما يقدر يتكرر، ما يقدر حد يكرر عن 6500 في الوظيفة العمومية، وأن وزارة التشغيل اللي هي المسؤولة والجهة الرسمية عن علنت عن 20 فرصة عمل. بالتالي أنا أعتقد أن البطالة موجودة لا أنكرها، وأنها مرتفعة لأن فهم أسباب تجعلها مرتفعة، تداعيات كوفيد وتداعيات الأزمة العالمية، ومرتفعة قاعدة في الدول الصناعية ومرتفعة في الدول البترولية. لكن إحنا اليوم اللي موجود هو على أن فهم إرادة حقيقية خلق برامج تشغيلية. هناك قطاعات مشكلة كالصيد والتنمية الحيوانية والزراعية، هناك برامج جديدة تعمل الوزارة المعنية بها القطاع، حكومة معالي وزير المهندس محمد البلال تعمل طبقة توجيهات فخامة الجمهورية محمد الشيخ القزواني من أجل حل هذه المعضلة، معضلة البطالة معضلة حقيقية. لكن فهم مليش من السلبيات ومش من الأفكار عند الشباب الموريتاني يجب أن نغيرها. إحنا دولة مقبلة على الغاز ومقبلة على كهم الخيرات، ولكن عندنا نوع من الأناة وعندنا نوع من الترفع وعندنا نوع من العقد الاجتماعي للشباب للأسف الشديد والطالب للعمل غير موجود. يقال بعد وعد الياس العمال زادوا رواتبهم كيف قطاع التعليم والصحة، وعمت اللي قالوا علاوة البعد للمعلمين، وتم كذلك علامة الخطأ لأهل الصحة، وتم كذلك توفير التأمين لبعض العمال في الموانئ، وهذه قطعا عنها إنجازات اجتماعية وكبيرة ومهمة، وخلقت زيادة رواتب. هذا اللي ياسم الناس قد يقعد ما هو دارك حقيقته لأنه هو ما استفاد منه، وهذا للأسف الشديد هو الخطير. بعض الناس هون اللي ما تصل هو الاستفادة والله ما يراها، لا يرى إلا جزء الفارق من الكأس. إذن إحنا نراوع لأن مشكلة البطالة ومشكلة الأسعار رغم أنهم مشاكل عالمية ورغم أنهم عوامل خارجية، رأى أن الحكومة عندها إرادة حقيقية وصادقة في حل هذه المشاكل والتصدي لها. فهم قضية الحكامة الرشيدة والإدارة الموريتانية، حتى على وزير في تصريح الوزير الأول محمد البلال قبل أشهر ذكر عن خلال زياراته بعض الوزارات خلال عن ربما من البرنامج التعهداتي مازال ما قد يوصل مبتغاه نتيجة ضعف الإدارة الموريتانية وعدم قدرتها على مواكبة يعني ذا البرنامج، وهذا نتيجة ياسر من التراكمات اللي حقيقة هو ذكر منها القدر. رأيك شنو الطريقة اللي قد الرئيس يواجه بها هذا النواقص اللي أنا أعتقد بأن فخامة الرئيس وهذا كلام برنامج تعهداتي كان واضح المعالم هذا البرنامج، كان عنده ميزتين، واحدة الشمولية وواحدة مملية، وضوح رؤية اللي هام يعدل في البلد. وحكومة مع الوزير الأول محمد البلال، مهندس محمد البلال، تخضع بدعم فخامة الجمهورية ولديها برامج، بل أن نقول لك عن الميزانية ستكون برامج، ميزانية برامج. وبالتالي نأكد لكم على أن الإرادة اللي اليوم تجد الحكومة والثقة اللي ممنوع حالها أنها ستكون بإذن الله تعالى قادرة على تنفيذ هذه البرامج. يقال نأكد عن هذه البرامج أن ما ينبغي أن نستعجل حصيلتها لأنها تحتاج بعض الوقت، والبعض يعجل عن هذا الوقت، لا ينظر إلى ما تحقق، ينظر إلى اللي ما تحقق. أنت اليوم تدخلات التآزر، بناء مدرسة جمهورية، إعداد الكثير من الطرق والجسور، فتح الإدارة والأبواب أمام الناس،
محاربة الفساد، الحرص على الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية وبين السلطة التنفيذية، وجود اليوم الإحساس بقيمة الإنسان الموريتاني واحترام هذه القيم، هذه الإنجازات تحققت. غالبا بقينا نفهم أن التحدي اللي يواجه موريتاني أنه تحدي أولا على أن الموريتانيين ينبغي أنهم يساهموا في هذه العملية. الحكومة تعمل، تسهر، تخطط، ترسم وتنفذ، لكن المستفيد هو الموريتانيين. هذه الاستفادات تحتاج بعض الوقت، وهذا بعض الوقت يعكس لك اهتمام فخامة الرئيس به، يعكس لك تعلق الشعب الموريتاني به من خلال زيارته. احنا في حزب الاتحاد والجمهورية الزيارة الأخيرة الثالثة لنشوف مستوى الحضور، مستوى الإقبال، مستوى الاندفاع، مستوى التلاقي بين القمة والقاعدة، زيارات فخامة الجمهورية للولايات الشرقية للضفة يوضح لك من خلالها أن المواطن الموريتاني يشعر بأهمية هذه القاعدة، ويشعر بأهمية هذه البرامج، ويشعر بأهمية برنامج تعهداتي، وعنده إحساس صادق بأن فم النية الصادقة الموجودة وفم الإرادة. يقير اللي جديد هو التأني، هو على أن الأمور تدار بتأني وبعقلية وبمنطق جديد ومنطق الحكمة، رسم التصور، عدم توظيف لإنجازات كدعاية من أجل الدعاية. نحن نعمل والقافلة تسير، نعمل من أجل أن نعمل. هذا المواطن الموريتاني يجد اهتمام كبير لدى فخامة رئيس الجمهورية، يجد اهتمام كبير برنامج تعهداتي، سواء في شقه السياسي، سواء في شقه الاقتصادي، سواء في شقه الاجتماعي. وبالتالي أي مواطن موريتاني اليوم عنده مشكلة يرى مع فخامة رئيس الجمهورية أن هدفه حل هذه المشكلة وتذليل الصعاب. يقول من أجل نحل هذه المشاكل ومن أجل نبني هذا البلد نحتاج إلى الوقت. الوضعية الاقتصادية اللي سلم فيها الرئيس، وضعية البلد، وضعية العالم، تداعيات كوفيد، حظر التجول، عجز بعض الأنظمة القوية، انهيار أنظمة، هذه المنظومة العالمية وهذا الوضعية الدولية اللي استلم فيها فخامة الرئيس البلد ما كانت ورود، ولا كانت على زهور، ولا كانت الطريق مفتوحة. عنده وصوله بدت الأزمات العالمية، وجاء هذه الكارثة العالمية قال لكم فيه، وبالتالي كانت تداعياتها وتأثيرها على الاقتصادات اللي أقوى من احنا واضحة، وكانت حصيلتها على الأنظمة اللي أعرق منه في الإنجازات وأقدر منه على تحقيقها كانت ناقصة. رقم هذا كامل أنا أعتقد على أن الحصيلة اليوم حصيلة مشرفة، عمرها سنتين، ورغم ذلك مست الجانب الاجتماعي، مست الجانب الاقتصادي، مست الجانب السياسي، مست الجانب الدبلوماسي. حضور موريتانيا اليوم، تمثيلها بأبناء أهل البرارة، حضورها في المشهد الإفريقي، حضورها في المشهد العربي، حضورها في المشهد الإسلامي، إعادة الثقة في المشهد السياسي اليوم الموريتاني، احنا مفخرة عندنا. وكيف ننظر إلى المناطق المحاذية، إلى الدول شبه المنطقة، إلى العالم، شنو هو اليوم وضعية العالم اليوم، شنو وضعية الديمقراطيات، شنو هو مستوى اليوم التحديات في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا. إذن هنالك محور احنا ينبغي أن نقدره. أنا أعتقد على أن هذه الحصيلة رقم الظروف صعبة، ورقم الوضعية الدولية، ورقم الوضعية التي تسلم فيها فخامة الجمهورية وضعية البلاد، على أنها كانت مشرفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد مرة أخرى على أن الإرادة والعزيمة والتصميم صادقة لدى فخامة الجمهورية أن يواصل من أجل المواطن الموريتاني، على الموريتانيين أن يرتاحوا وأن يطمئنوا بأن قيادتهم تحرص من أجلهم وتعمل من أجلهم بكل ما أوتيت من قوة، وسيتم ذلك بإذن الله تعالى في القريب العاجل. إذا للأسف الوقت مطرب وانتهى. إذا مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ بيت الله الأحمد الأسود، وهو عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم جمهورية الثانية. شكرا جزيلا لك، شرفتنا على قبول الاستضافة. كما أشكر الطاقم الفني الذي أشرف معي على إنجازها. في نهايتها تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق، غدا تلتقون إن شاء الله زميلا آخر وضيفا آخر في إطار هذه التغطية الخاصة بالتعاون ما بين قناة شنقيط وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني. إلى اللقاء إن شاء الله.